بسم الله، هنبدأ إن شاء الله مع بعضينا مع الماثماتيكال فانكشنز أو الدوال اللي هي الخاصة بالحاجات الرياضية أو الحسابية. الماث أوبجكت أو كلاس دوت هو عبارة عن انتيتي كده بيضم مجموعة من الميثودز والفيلدز هنتعرف عليها اللي هي بتقوم أصلا في الأساس بكل عمليات رياضية أساسية موجودة عشان تقدر تكون طريقة سهلة ومرتبة عشان يعمل لك حاجة اسمها ماث دوت، تلاقي كده كل الفانكشنز الرياضية اللي أنت محتاجها. من ضمنهم احنا قسمناهم حوالي 6 فئات. اول حاجه دوائر التقريب اللي هي الابروكسيميشن ميثودز، والكومباريزون ميثودز اللي هي طرق المقارنه، والثوابت الرياضيه، والطرق الجبريه اللي هي الحاجات اللي بتاعت الخاصه بالجبر، والحاجات الخاصه باللوغاريتمات وحساب المثلثات. هنبدا ان شاء الله مع بعضينا في اول نوع من انواع اللي هي طرق التقريب او الميثودز الخاصه بالايه بالتقريب. نبدا على طول نعمل كليك يمين كده على SRC ونعمل كوتلين فايل جديد، ندي الاكزامبل بتاعنا الكود بتاعه، ونجيب المين فانكشن بتاعتنا على طول ونبدا التمرين بتاعنا. هنتكلم على الابروكسيميشن، هنتكلم بس اول حاجه ان دي ماثيماتيكال فانكشنز. هنحاول نعمل كل جروب كده مع بعضيه كده في فيديو منفصل، بحيث ان احنا كل مجموعه تشوف على حسب استخدامها. اول مجموعه هنتناولها ان شاء الله اللي هي مجموعه A اللي هنسميها ابروكسيميشن فانكشنز، ودي الدوال الخاصة بعملية التقريب. في عمليات التقريب دي بتتم بكذا شكل من الأشكال، فعندنا كذا دالة من الدوال اللي احنا ميثود. نعمل برنت كده ونقول مثلا أول واحدة اللي هي السيلينج أو السيل. السيلينج أو السيل دالة من الدوال الخاصة بعملية التقريب الأرقام. هنبدأ الأول عامل برنت لاين وهنادي من ماس دوت سيل. ماس ده الاوبجكت الرئيسي بتاعنا، ودوت سيل وبديله رقم من الارقام اللي فيها كسريه عشان يبدا يقربها ونشوف هيقربها ازاي. هجرب معاك 3 اشكال من الارقام. اول واحد هجرب 15 مثلا، وخد بالك الرقم اللي بعد العلامه العشريه، الرقم بعد العلامه العشريه هو 8، 15 ورقم بعد العلامه 2، و15 والرقم اللي بعد العلامه 0. خلي ال 8 دي 5 افضل عشان اقول لك من اول الخمسه بيعمل معامله مختلفه. يعني لو جينا جربنا كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي في النتيجة بتاعتنا ال 15 و 5 او 15 و 6 من 10 او 7 من 10 او 8 من 10 او 9 من 10، كل ده طلع بقى وباقي الكسور هترجع لك اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي الرقم اللي انت اديته لها. يعني اول نتيجة معايا زي ما انتم شايفين طلعت معايا كام؟ طلعت معايا 16، لان 15 و 8 من 10 جابت معايا 16. طيب 15 و2 من 10 ما جابتش 15، ما عملتش التقريب العادي، لا هي بتجيب لك اكبر رقم على طول، فقامت مرجع لي كام؟ مرجع لي 16 مباشره. خلاص، وال16 هتفضل زي ما هي ايه؟ هتفضل زي ما هي 16. خلاص، يبقى احنا كده بنتكلم على ان هو بيجيب لي بترجع اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي الرقم اللي انت فيه. فال16 جاب 16، واي كسر رفع على طول للايه؟ رفع على طول للرقم الاكبر. المره دي هنجرب ميثود اسمها فلور اللي هي برضو داله التقريب، ودي بترجع اكبر رقم صحيح اصغر من او يساوي الرقم اللي انت مديهوله، يعني عكس تقريبا الايه السيل، عكس تقريبا الايه السيل. هخلي نفس الارقام بس اغير بس الميثود اللي اسمها سيل دي، خليها ايه الميثود اللي اسمها فلور. خد بالك ده بيجيب لك ايه؟ اصغر رقم صحيح، اكبر رقم صحيح اصغر من او يساوي الرقم اللي انت مديهولها. لو جينا جربنا كده الميثود بتاعه الفلور هتلاقي مع ان نفس الارقام بتاعه السيل، انا حاجه بجيب لك الاثنين عشان اوريك المقارنه، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان عندك 15 و8 من 10 و2 من 10 و16 جابت معانا كام؟ 5 15 15 16 15 15 ايه 16. يبقى 15 و8 من 10 ملوش دعوه، 15 و2 من 10 ملوش دعوه، و16 جت 16 زي ما هو ايه، زي ما هي موجود. خلاص، دي ميثود من الميثودز بتاعه التقريب. برضو تعالى بقى للميثود الثالثه اللي احنا هناخدها دلوقتي مع بعضينا اللي هي الراوند. الراوند بقى اللي هو التقريب بتاعنا الجميل اللي هو تقريب الارقام العادي اللي احنا عايزين دايما في الغالب بنبقى عايزين من 5، يعني بعد العلامه العشريه من نص، يعني وانت طالع 5 من 10 6 من 10 7 من 10 8 من 10 9 من 10، كل دول يتقربوا لاقرب ايه؟ لاقرب رقم صحيح عالي. وبقى عندك الواحد من 10 و2 من 10 و3 من 10 و4 من 10، دول ينزلوا مع الرقم الايه؟ ينزلوا مع الرقم الاصغر. دي اللي هي العمليات بتاعتنا اللي هي العاديه. انا بس هغير 15 وخليها 5 من 10 عشان يبان ان هو من اول 5 من 10 وانت طالع بيقرب للاعلى، ودون واقل من ال 5 من 10 في الكسور بيجيبها للرقم الايه الاصغر. لو جينا جربنا كده، تعال نجرب بعد ما زودنا الفلور، هتلاقي الراوند اسف، هتلاقي جاب 16
جاب 15 جاب 16. 15 اول واحد جاب 16 لانه 5 من 10 فرفع، 15 و2 من 10 خلاها زي ما هي 15، وال16 زي ما هي طبعا ايه 16 عشان دي الايه الكسر بتاعها بصفر. تمام كده. اخر واحده ناخد بقى اخر او اخر واحده في المجموعه دي اللي هي اسمها ترانك او ترانكيت. ترانكيت دي الاصل منها بتقص، بس خد بالك معايا في الترانك دي او ترانكيت دي لان مهمه شويه. لو جيت قلت ماس دوت ترانكيت هتلاحظ ان ماس دوت ترانكيت مطلع لي احمر لان هي مش موجوده تبع الجروب اللي اسمه ماس. ما اقدرش اقول ماس اللي هي الام كابيتال دوت ترانكيت مش موجوده. فبنستخدم كوتلين دوت ماس، وماس هنا ماس سمول، كوتلين دوت ماس دوت ايه دوت ترانكيت. في الحاله دي انا قدرت اكسس الايه الميثود اللي اسمها ترانكيت لان هي مش موجوده في المجموعه الرسم المجموعه العامه اللي اسمها ماس. طبعا الاسم طويل، ممكن نختصره. اختصره ازاي؟ اعمل امبورت. امبورت يعني هستدعي لابلري من اللابلريز الاساسيه، هستدعي امبورت دوت هقول كوتلين دوت ماس دوت ايه دوت استرسك، يعني كل الايه كل الميثودز اللي تحت ماس من كوتلين، او اقول له كوتلين دوت ماس دوت ايه دوت ترانكيت، وكده معناها انا عايزك بس تستدعي لي ترانكيت من ضمن الايه من ضمن الميثود اللي موجوده جوه كوتلين دوت ايه كوتلين دوت ماس. وبالشكل ده هكتب كلمه ترانكيت على طول لان انا استدعيتها فوق. خلاص كده انا بقيت ايه يعني قلت له انا عايزها تبقى موجوده عندك، وقمت مستخدمها بشكل مباشر. انا بس حبيت اوريك الشكلين هنا، طبعا استدعيت فوق او هقول دوت استرسك برضه هوريك النتيجه نفس الكلام بالظبط دوت استرسك، بس كده انت استدعيت كل الفانكشنز. اما دوت ترانكيت بس هتستدعي بس الترانكيت، هتستدعي بس الايه الترانكيت. وبالطريقه دي بنادي على كل بقى الميثودز زي ما انت شايف اس كيو ار تي راوند مش عارف ايه، كل الميثودز اللي جوه كوتلين اقول اسمها مباشره بقى، مانيش محتاج ان انا ايه مانيش محتاج ان انا اكتب كلمه كوتلين دوت ماس دوت ترانكيت، بس انا بوريك الطريقتين في الكود. وقلنا دي بتعمل ايه؟ دي بتقص الـ 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 الكسر، ملهاش دعوه بقى 5 من 10 و6 من 10 و20 من 10 و1 من 10 مش فارق معاها، هي الكسر ايا كان ايه هو هي بتشيله، كسر ايه هو هي بتايه بتعمله شيل. فعشان كده هجرب معاك مره كسر و9 من 10، واجرب معاك كسر و2 من 10، وكسر طبعا اللي هو الزيرو ومفيش كسر يعني. في كل الحالات هي بتقص الايه الكسر، فجابت معاك 15 15 16، ما فرقتش ما بين الايه ما بينهم وبين بعض خالص.